اهلا وسهلا اصدقائي الغاليين، النهارده في فيديو جديد هنتعلم مع بعض الايبوكسي. هنتعلم مع بعض انواع الايبوكسي ومميزاته عيوبه. يلا تابعوني، يلا بسرعه. ايه انت بتقول ده؟ طب انت عندك في ايه؟ قول اي حاجه غير ده. زي ايه طيب؟ قول مثلا يلا عندك حق. يلا بينا، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني اصدقائي الغاليين، وهنتكلم النهارده عن بعض العناوين الرئيسيه وهي انواع الايبوكسي، وطبعا هنتكلم عن مميزات الانواع دي، وطبعا هنتكلم عن عيوب الايبوكسي، ونيجي لاهم حاجه وهي عمل طاقيه الايبوكسي. نبدا باول حاجه وهي انواع الايبوكسي. في انواع كتير جدا اصدقائي. هنتكلم عن نوع اسمه المونا اللي هو بتاع الارضيات الصلبه. النوع الثاني هو المقاوم اللي هو بديل السيراميك، والنوع اسمه الشفاف. النوع ده جميل جدا يا جماعه. ويجي اللي هو بيطلب مننا كتير قوي هو نوع 3D، وازاي نعمل بطريقه سهله وبسيطه. والدرس الاول من سلسله تعليم الايبوكسي هنبدا بيه النهارده وهي طريقه عمل الايبوكسي في الارضيات الصلبه. اول حاجه يا شباب بنبدا ننظف الارضيه. الارضيه دي كانت صلبه حديد او خرسانه، ننظفها بطريقه كويسه جدا جدا جدا، ونبدا نستخدم المواد اللي هنشوفها مع بعض عشان نعمل الايبوكسي. وهنتكلم مع بعض ايه هو الايبوكسي ومميزاته وعيوبه. طبعا اول حاجه الماده دي يا جماعه هي ماده مواد كيميائيه، الاسم زي ما انتم شايفين. في نوعين، نوع الارضيات والدرجه بتاعتها هي موجوده، ونوع الحوائط والدرجه هي قدامكم زي ما انتم شايفين موجوده. دي اللي هي الماده الاساسيه اللي هنشتغل بيها. بيضاف عليها ماده تانية زي ما انتم شايفين، الاسم والرقم. برضو الارضيات حاجه والحوائط حاجه. ده الماده التانية اللي هي المصلب زي ما انتم شايفين. ببدا استخدم المادة الأساسية. معلومة بس بسيطة، الإيبوكسي غالي جدا جدا، وهقول ليه عشان المميزات اللي فيه هنتكلم في نص الفيديو طبعا. ودي المادة المصلبة يا جماعة، ببدأ أخدها وأضيفها على المادة الأساسية. زي ما بقول لكم يا شباب الإيبوكسي ده غالي جدا عشان فيه مميزات حلوة جدا. أولا الإيبوكسي ده بيتكون من مواد كيميائية متميز بمقاومة عالية جدا، بيتعمل في الأرضيات وبيتعمل في الحوائط لعدة أسباب. أولا هو مقاوم للرطوبة، يعني في ناس كتير جدا بتنصح بيه لو عندك رطوبة، وفي فيديو قريب كده هنزله ازاي تعالج مشاكل الرطوبة في الحيطة. نستخدم جزء معين من الإيبوكسي بطريقة معينة عشان نعالج الرطوبة، انتظروا الفيديو القادم. اولا زي ما نرجع للفيديو بتاعنا، زي ما انتم شايفين ببدا بعد ما حطيت المقاوم في الماده الاساسيه بتاعتنا في الايبوكسي، ببدا اقلبها كويس جدا عشان اعمل مزج ما بين المادتين. والمده اللي انا بقلب فيها زي ما انتم شايفين حوالي من 5 دقائق لسبع دقائق. لازم اقلبهم يا شباب بطريقه كويسه جدا. وهنا بحاول احط في باستيلا كبيره عشان هرجع تاني وهبدأ أقلب حوالي 4 دقايق أو 5 دقايق. زي ما انتم شايفين، بس عشان وقتكم أنا بجري الفيديو. دي أول خطوة بنعملها عشان نحضر لدهان إيبوكسي، إن كان الحوائط أو للأرضيات. في الفيديو ده احنا هنشرح ازاي نعمله في الأرضيات، استحملوني بقى في حرف الري. فدلوقتي انا باخد ماده، باخد شويه صغيرين في جالون زي ما انتم شايفين، ويجي في ماده اسمها اويز او سيبيداك، نتكلم كده الحاجه المعروفه هنا السيبيداك بتاع النقاشه. باخد حبه سيبيداك وبحطهم على الماده دي وابدا اقلب كويس جدا عشان اوصل لحاجه معينه وهي المعجون. بعمل معجون يا جماعه، انا اللي بعمله بايدي عن طريق التركيبة زي ما انتم شايفين. الخطوة الأولى اللي احنا عملناها. الخطوة التانية اللي هي باخد شوية سبيداك وابدأ احطهم وابدأ اقلب. استاذ محمد هيكمل مكاني.
وبحاول بيقعد يقلب حوالي ما يقرب من 5 دقايق ل7 دقايق زي ما انتوا شايفين عشان اوصل النقطة دي. زي ما انتوا شايفين معجون. بعمل ايه بالمعجون ده؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. بعمل الفواصل ما بين الحيطة وبين الأرضية. طب لو هيك موجودة في الحوائط، لو في خبطات معينة ببدأ أعمل بيها المعجون ده. الأرضية زي ما انتوا شايفين هنا حديد، لو كانت خرسانة نفس الموضوع. لو في فواصل، مفيش فواصل، باخد المادة من غير ما أعملها معجون وأبدأ أحط وادهن بالفرشة عادي زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. ده الجنب التاني بدهن بالفرشة عادي في فواصل. ازاي بقى اعمل الدهان الايبوكسي؟ بصوا يا شباب، احنا بنجيب زي ما انتوا شايفين رملة ناعمة، وابدأ اصفيها عشان اشيل فيها اي زلط او في شوائب او حبات عالية، اهم حاجة تكون ناعمة جدا. برجع تاني واعمل زي ما عملت الخطوة الاولى بالظبط، بجيب المادة الاساسية زي ما احنا اتعلمنا مع بعض، والمقاوم المادة التانية، واعمل مزج بينهم وابدأ اقلب كويس جدا. بعد ما قلبت ابدأ اخد الرملة اللي انا عملتها وابدأ اضيف على الايبوكسي. دي الخطوة الاولى. بحط من في الجالونين الاتنين، بحط من حوالي 7 لـ8 زي ما انتوا شايفين حفنة كده زي ما بنقول، وانا بقلب. انا دي حاجة كده حسب ما انت شايف السمك بتاع الدهان، ما يكونش خفيف ولا تقيل، هو حاجة كده تكون زي ما انتوا شايفين تفرد معايا على الارضية. ببدأ دلوقتي الاستحمد زي ما انتوا شايفين، احنا بندلق شوية او نكب شوية على الارضية، وهو بيمسك المالك اللي في ايده ده اسمه مالك، بيبدأ يفرد على الارضية بطريقة عشوائية بس لحد ما بيحاول يكون متساوي، يعني ما نكونش حتة تقيلة في جنب وخفيفة في جنب. يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا بقى اخش بعديه لابس حاجات غريبة كده ما تستغربوش. هو بيفرد زي ما انتوا شايفين بطريقة بسيطة وسهلة. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشتركوا معنا في القناة وتعملوا لايك وسلسلة تعليم الايبوكسي. انا عارف في ناس كتير جدا بتطلب مني الايبوكسي 3D. فيديوهاتي الجاية ان شاء الله هشرح لكم عملي ازاي بيتعمل بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي بعد ما اخلص الاستحمد انا بخش، هتستغربوا ان انا لابس زي كده وبقاب بمسامير عشان ما يعلمش على الأرضية زي ما انتوا شايفين. الأبواب ده عشان ما يعملش علامة على الأرضية بمسامير رفيعة جدا. ببدأ أشتغل برولة، رولة مالية بديل فيها غير برضو، استحملوني. الرولة دي اسمها رولة هوا. بصوا شايفين يا جماعة شكلها ازاي، رولة هوا دي عشان تفرد معايا وتطلع أي هوا موجود في الإيبوكسي. بقعد أفرد بطريقة منظمة رايح جاي عشان وقتكم. ببدأ اشتغل زي ما بيقولوا كده، بقول رايح جاي في لاين واحد بطريقة مظبوطة. بروح ما يقرب من 2 3 مرات رايح جاي عشان احس ان هي بقت مستوى واحد ونظام واحد. الايبوكسي ده يا جماعة هو اللي بينشف بعد حوالي 2 أو 2.5 يومين. مميزاته حلو جدا زي ما قلنا، بيستحمل جامد جدا، يعني بيستحمل الرطوبة، مقاومته عالية جدا جدا، قريب من البروسلين، تحس انه عامل رخام. في اشكال طبعا الحاجات دي بتتعمل في بعض الاستوديوهات او المصانع، في ناس بتحب تعمل المادة دي على الحيطان عشان يبقى مقاوم ليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا في سلسلة قادمة من تعليم الايبوكسي. يا رب كده يكون الفيديو استفدتوا منه كتير. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكوا كل ما جديد. انتظروا الفيديوهات القادمة، هنتكلم مع بعض عن انواع الايبوكسي زي ما احنا قلنا مع بعض، اللي هو نوع الشفاف والمقاوم، وطبعا طبعا اللي انتوا طالبينه كتير قوي اللي هو الـ3D.
أصدقاء الغاليين، زي ما احنا قلنا مع بعض، لا تنسى تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.